إذا نلتقي من جديد لتتمة العنصر التحولات النووية. التحولات النووية هي عموما نواة، مثلا نواة لها A و Z، تسمى النواة الأب، تتحول إلى نواة مثلا Y A فتحة Z فتحة زائد إذا نواة الأب هي A Z، تتحول إلى نواة ابن، ويرافقها إشعاع سوف نرمز له تبسيطا إكس فتحة، سوف يكون له A فتحتين و Z فتحتين. إذا هذا سوف يكون نوع تحول، تسمى هذه النواة الأب، وهذه النواة الأب عفوا والنواة الابن. إذا عموما معادلة تحول نووي تكتب بهذا الشكل. قبل التطرق إلى تحول بيتا بلس وبيتا موا وجاما والهيليوم وأجسامة ألفا، سوف نتعرف عن القوانين المستعملة في موازنة تحول نووي. إذا قانون سودي هو A العدد الكتلي أو عدد النويات للنواة الأب يساوي A فتحة زائد A فتحتين. أي يساوي العدد الكتلي للنواة الابن زائد العدد الكتلي لنوع الإشعاع. يسمى هذا انحفاض عدد النويات. هذا القانون الأول. قانون ثاني هو العدد الشحني للنواة الأب يساوي العدد الشحني للنواة الابن زائد العدد الشحني لنوع الإشعاع، ويسمى هذا انحفاض الشحنة. إذا طلب منا ذكر قانون سودي هو هذا العدد الكتلي لنواة الأب أو عدد النويات يساوي إلى مجموع أعداد الكتلية أو عدد النويات للنواة الابن زائد نوع الإشعاع. سوف ننتقل الآن إلى تحول أو شرح تحول بيتا بلس بيتا موا وهيليوم وتحول جاما. نبدأ بأبسط تحولات هو التحول جاما. إذا أول التحول جاما وقلنا هو صفر صفر، أي لا يتغير لا العدد الكتلي ولا العدد الشحني. إذا كان لدينا A X نواة أب لها عدد نويات A وعدد بروتونات أو عدد شحاني Z، تتحول إلى نواة ابن A فتحة Z فتحة. إذن متى يحدث التحول جاما؟ إذا كانت نواة الابن نواة متارة. إذن هذا الرمز يعني أن النواة متارة. إذن هنا نواة ابن مثارة،
أي غير مستقرة، لا يتوقف التفاعل هنا بل تتحول إلى نواة مستقرة زائد إشعاع جاما. إذن بتطبيق قانون سودي سوف نجد أن أ يساوي إلى أ فتحة زائد صفر. إذن ومنه أ هو نفسه أ فتحة، وزد يساوي زد فتحة زائد صفر، أي زد يساوي زد فتحة. فنقول أن في التحول الجاما لا يتغير لا العدد الكتلي ولا العدد الشحني. إذن وسنلتقي لضرب مثال لتحول بيتا بليس وبيتا مع تفسيرها.